إعلام فضيلة الكاتب الشيخ هيثم محمد الديب فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول
ولكل أمة رسول ولكل أمة فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله الله العظيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول صدق الله العظيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق أكثرهم لا يعلمون هو يحيي وإليه ترجعون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه صدق الله العظيم.
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا فبذلك فليفرحوا قل
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرابا وحلالا
فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من
أكبر إلا في كتاب لكلمات الله
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله لا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا يا رب العالمين واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإماما ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين واجعل كل آية من هذه الليلة القرآنية في ميزان حسنات أمنا وأختنا الراحلة رحمة الله عليها التي رحلت إلى رب كريم غفور رحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر حرم الحاج مصطفى السيد طعمها فعيدة عائلات أنا طعمه والصادة أبو زيد على مستوى جمهورية مصر العربية استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية لها علينا علم من أعلام التلاوة على مستوى جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون والموقين بالعزازي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين كما تليت على أسماع سيادتهم
تلفون وحدة مكبرات الصوت الحديث لصاحبها ومديرها الحج عبد الرحمن ابن المنزول صاحب شركة ابن المنزول لمكبرات الصوت الحديث والمنسق العام للحفلات الدينية والإسلامية والمقيم بقصاصين الشر ينقل لنا هذه الليلة وهذه المليونية على الهواء مباشرة المهندس أشرف العسوي صاحب وحدة البث المباشر والمقيم بالمنجاة الكبرى الشكر موصول لصاحب الخدمات الفندقية الحج إبراهيم خضر قصر الضيافة المشيد الحج حسام علي موسى نحيطكم علما انتقل الى رحمة الله تعالى بالاراضي المقدسة الحاج جمال سمير رفاعي ابو السوقي وتشيع الجنازة غدا عقب صلاة العصر بالرياح ان شاء الله وانا لله وانا اليه راجعون اخوة الايمان والاسلام الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة واعلموا بان النفس طماعة فعودوها القناعة